تقديم خواتم لبطل NBA فكرة انطلقت عام 1947 مع أول بطولة NBA، وأول فريق حصل عليها كان فيلادلفيا واريورز اللي هو جولدن ستيت واريورز حاليا. الخاتم بالنسبة للفرق يمثل الجزء الأجمل في التتويج معنويا وحتى ماديا، فهي مصنوعة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة وبتكلفة عالية جدا. فعلى سبيل المثال خاتم تورنتو رابترز بطل الموسم الماضي 2018-2019 مصنوع من 640 ألماسة، هو يعتبر أكبر خاتم من انطلاق البطولة حتى الآن. وزي ما هو متعارف عليه أن أي جائزة تتويج تمنح لأي بطل مسابقة في العالم يتم تقديمها وتحمل تكلفتها من قبل الجهة المنظمة. الحال ينطبق بعد على NBA، فالرابطة تغطي تكاليف لكن تحت ميزانية محددة متفق عليها مسبقا مع جميع الفرق، اتفاق ملزم للرابطة والفرق بعدم تجاوزها. لكن إذا فريق تجاوز الميزانية هم يدفعوا فارق التكاليف من ميزانيتهم الخاصة، وتبدأ تكلفة الخواتم من 20,000 دولار تقريبا وحتى 300,000 دولار للخاتم الواحد. لكن بالنسبة للرابطة فهي حددت مبلغ 50,000 دولار كحد أقصى للخاتم الواحد هي مجبرة به. وطبعا من الجدير بالذكر أن سعر هذه الخواتم ممكن يتضاعف بعد ما يتسلموها اللاعبين بسبب الحدث والنجم والنادي والتاريخ وأشياء ثانية. والتاريخ يقول لنا أن كريم عبد الجبار عرض خاتمة في مزاد لمصلحة الأعمال الخيرية وصل سعره 400,000 دولار و3 مليون للخواتم الستة اللي بحوزته. أما الأسطورة الراحل كوبي براين وصل سعر خاتمه ل500,000 دولار بالرغم أنه ما انعرض للبيع. وفي الختام مين يصمم هذه الخواتم؟ في السابق كانت الرابطة موحدة تصاميم الخواتم من عام 1963 إلى 82 وبس يتغير اسم البطل في الخاتم. بعدين سمحت الرابطة للفرق بحرية تصميم الخواتم الخاصة بها وأصبح كل فريق يصمم الخاتم زي ما يبغى. مثلا خاتم كليفلاند كافاليرز عام 2016 شارك بتصميمه لبرون جيمس وكاري إيرفينغ، وبعد ساعدوا في تغطية فارق التكلفة الخاص بالتصميم المقترح. وأيضا كايل لاوري شارك بتصميم خاتم تورنتو رابترز في 2019. والآن ننتظر ونشوف كيف راح يكون تصميم خاتم بطل هذه السنة لوس أنجلوس ليكرز واللي راح يتم تسليمه للاعبين في المباراة الافتتاحية الموسم القادم.